المدرسية على الأبواب، ونعرفوا اللي فما جزء مهم من التوانسة يعني أمورهم المادية على قدها، وهذاك علاش فما عائلات تقرر أنه تكون عنده ثلاثة ولا أربعة صغيرات تقولك لا خنخلي زوز يقرأ والبقية نبطلهم على خاطر ظروفي ما تسمحش. شنو رأيك؟ باهي هو هكايا مش حل، مش حل. هما تاور كلهم كيما نقولوا نحنا قلنا أولادنا نقروهم وين ينجموا، ونحنا ثم الدولة تعاون شوية زيد، ثم راهم شعب ولد شنو كيما كانت قبل هكاك. كنا أنا وحدة من الناس كنت قبل يعاونوا في الشعب، مثلا يجيبوا نمشوا ناخذوا دبشنا يجينا المعتمد يقيد الناس. يعانيت المدرسية موجودة راهو من قبل، ما تو ما نعرفش موجودة ولا نحوها لديك حاجة أخرى. اما كنا معظم الناس يعملونا الوحده هذيك بتاع ركوب، يعاونونا في الكارتابله ناخذوا الكرارس ناخذوا كل شيء. كذلك توا نورمالمون يعملوا لهم هكا، علاش الطفل الصغير المسكين يمشي كيكا في الجهل؟ احنا توا مش في عهد الجهل، قاعد الناس قاعده تتطور والعلم باهي، وخليه حتى يتعلم حتى مثلا السكوندير وبعد ياخذ مهنه ولا ياخذ صنعه خيل، ومن ياخذ مسكين كيكا شنو باش يحسن؟ باش يدمر مستقبله وهو مازال صغير. معني يقول انت تبارك الله انت كي تعرفي روحك ما تنجميش، ما تجيبيش اربعه وثلاثه وجيبي وعيط يا زفير برك. دونك انت معناها ترى انه ما يلزمش نضحيو بزوز ولا ثلاثه صغيرات؟ لا لويش مسك مستقبلهم معناها. لا 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 ماهوش حل، مش حل والله. انا واحده من الناس نخرج نخدم معناها مش على حتى راح جهر، والدوله تعاون تمشي تشكي على روحها وعندها صغيرات وواحد ينجموا يعطوها على قليله لازم في اللازم، طرف كرارس وطرف قال لك طبه وطرف واحد ويرقى تو العبد يرقى. علاش ما والدوله هاي تخلي ثم اللي يحب يقرا بليش وثم اللي يحب يقرا في الفلوس هو حر. اي ثم عائلات يقول لك انا باش اوكي نجم ندبر له معناها العوده المدرسيه ذيك المستلزمات نتاعها والكل، اما في وسط العام فما مصروف وفما ماكله وفما لبسه وفما كل شيء. من مسكين باش ياكل الصغير بالله؟ تحط تعملوا كاسكروز وتعملوا الكتاب من ربي وكهو باش ياكل كيما العائله كيما البرا كيما دي. احنا مالا كنا عاملين لينا معناها شيء خاص، كنا مع العائله ناكلوا نجوا في وقت الفطور نفطروا على رويحتنا، نرجعوا للمكتب نقروا على رويحنا، نروحوا نتعشوا كيما نتعشى، مش حاجه خاصه معناها. اما التعليم انا تو انا تو ما كيفاش خرجت من اما جات الغالب ظروف ساعات تجي ظروف تاع والدين هما بيدهم يبداو معناها مستحقين شكون يعيلهم، فهمت؟ اما تو انت مثلا البو والام تبارك الله يبدو ما شاء الله صغار وكل شيء، ما تخليش ولادها يبيعوا لها. علاش؟ دونك مهما كانت الظروف ما يلزمش تخلي صغيراتك في الدار ما يقراوش. قال كتبوا العلم من المهدي للاحد ما يكذبوش فيها راه. صحيح كونه العوده المدرسيه على الابواب ونعرفوا الظروف الكل والغلاء المعيشه والظرف ككل في البلاد معناتها، ولكن فما حلول. توا تبارك الله في بلادنا شرعوا برشا قوانين، مثال توا الكام تاع برشا عباد ولوا مثال، فما كيما شركة اندا للتمويل تشجع على قروضات مدرسية بسوم معناتها معقول، مثال على تلميذ تاخذ 600 دينار باش يشري له مثال الكراتب الكتبات كل شيء، فهمني؟ مع برشا اختيارات معناتها أخرى، فهمني؟ ولكن أنا مهما يكون كونك باش تتنازل وتقول ولدك ولا بنتك تبطل القرايه ماهوش معقول. تبجل حاجات على حاجات، علاش؟ عندنا شويه تناقض احنا كمواطنين وكشعب، يمشي على اساس يهون على سهريه في كارتاج، تم قومه هو عائلته تتكلم ب 500 600 الف ويضحي بولده قرايه، اما بجل القرايه ولا يلزم نكونوا شويه واقعين. هنا هربنا شويه على المنطق معناتها، فما ضروريات تتطلب حاجه ابجل من حاجه. قول انت مهما كانت الظروف ما عندك حتى عذر يخليك تبطل ولادك. اكبر ظلم كيفاش تبطل ولادك من القرايه في عصر كيما تو، من غير القرايه ما تنجمش تعمل حتى شيء. هاك شوف انا نخدم في مؤسسه تربويه، نحكي معك عندي 34 سنه نخدم في معهد جرومبيليا، نعرف الظروف هذه وكل شيء. ما نتصورش كان ابوه باش يضحي بقرايه ولده على حساب برشا حاجات، ينتف من لحمه ويدبر لهم ويتسلف، المهم القرايه قرايه وحاجات اخرى كماليات تبقى مش حاجه نيسيسير، مش حاجه نيسيسير. في الاطار هذا حسب رايك الدوله قايمه بواجبها معناها مع العائلات المعوزه هذوما؟ والله يا حاسم ما فهمت، قايمه بواجبها كدوله فما اعانات وفما، ولكن مشكله الدوله شنية؟ مشكله الضرب على ايادي معناتها اللي يغليوا في الاسعار على الاحتكار. انا نشوفوا احنا تو مثال كل حكومه تتبدل، يجينا رئيس حكومه يدخل لنا اول ما يعمل يدخل لنا بالقصعه،
باش كوم كوا ينقصوا الاسعار، هو يدور منها والاسعار تطلع، فهمني؟ الضرب بقوه كدوله، الدوله اش عندها؟ انا مواطن ما عندي حد شيء في يدي، ولا انت الدوله شنو هي؟ الدوله رئيس حكومه ولا رئيس جمهوريه، عنده امن قومي تحته، عنده صلاحيات باش يضرب، باش الاسعار ما تزيدش، باش تكون فما اسعار معقوله. مش معقول زاد كراسة 48 توصل سوم 4000 5000، كراسة كيما نقولوا بالتل هذيك نتاع توصل سوم 30 دينار، مش معقول. علاش شكون مساهم فيها؟ يلزم الضرب، الدولة هي تقوم بواجبها والمواطن يكون واعي يعرف ما له وما عليه. احنا زاد مشكلتنا اللي نحن زاد التونسي زاد كي تحد الفلوس يدغى ويعمل لك حاجات فوق من طاقته. بلوغ اخر سامحني بالمثال العربي يقولوه، التونسي ولا حشاك يحط صبعه في عينه ويقولش بعينه توجع فيه. والله الموضوع هذا من قبل في تونس موجود بطبيعه الحال، واحد عنده 4 أو 5 في العائله ما يقدرش باش يصرف عليهم، خاصه بالغلاء هذا الموجود في الكرارس ومواد مدرسيه والكل، صعيب ياسر، صعيب صعيب والله غالب. الحاله نتاعنا مش متيسره باش يجي يكون ولا قريه 5 أو 6 صغار عنده، طبيعي باش تكون باش ينقص واحد اثنين ثلاثة يمشوا يخدموا ولا غالب. هذه الحالة شنو ذنبه الصغير هذاك يخرجوا من المكتب؟ شنو ذنبه الولي زادة؟ الولي زادة اش باش يعمل؟ باش يسرق؟ ما ينجمش يوفر الاثنين ماكسيموم ثلاثة باش يقريهم، أما 4 ويجيب 5، هي راهي حتى يجيب واحد بطاو بربي واحد على قده ويجيب لي فيها 4 أو 5 صغار زادة، مش معقول زادة. انت اثنين باش تجيبهم وتحل فيهم تو من الابتدائي حتى للجامعة تحل فيهم. انت مثلا كوالي تتحط في الموقف هذا تعمل هكاك معناها تبطل واحد من صغاره؟ لا، انت والوعي. فما شكون تلقاه عنده 3 و4 ويسعى لهم باش يقريهم الكل، خاطر مفروض عليه واجبه. فما الولي زاد بعقلية زاد يقول لك خاطر ما عنديش. اما بالنسبة للي واعي واللي يعرف قيمة القراية وين توصل باش يتعب عليهم، من الغالب ما عندوش حل اخر. اما نعرفوا قيمة الشهادة العلمية، نعرفوا قيمة القراية في العصر الحالي، معناها بلاش قراية ما تنجم نعمل شيء. بطبيعة الحال من غير قراية باش تعمل؟ تعمل كما تعمل. دراسة هي اللي توصلك كل شيء. تحل لك البابوال الكل زادة في العالم. مشكلة، مشكلة كبيرة، منا تكوي ومنا تكوي بالنسبة للولي زادة اللي ما عندوش ما ينجمش. والولي اللي جايب 4 و5 هو ما عندوش أصلا، ما عرفش فاش يخمم وقتها هو. شنو الحل حسب رأيك؟ يلزم الولي يتعب على صغاره كاو، ما دام جابته تحمل مسؤوليتك. فمش حل، ممكن الدولة تشوف كيفاش تساعد الأولياء هذوما بالمنظمات ولا بأي تدخلات. أما في العمل الكبير يجي الولي راهو، جابت صغار تحمل مسؤوليتك. حسب رأيك في النقطة هذه معناها الدولة متحملة مسؤوليتها تجاه الأطفال هذو؟ فما منظمات، فما تعاون تحضر الكرات نتاع الأدب نتاع المدارس الادوات المنزل المدرسيه باش تعطيهم، اما ما يكفيش ما يكفيش. على الاقل عندنا 30-40% في التوانسه اللي مش يقدر يقروا صغارهم الكل. مش موافق بالكل على الموضوع هذا، ثم علاش تبطل القرايه؟ قريه ثم الاعانات، ثم موجوده الاعانات، الجوامع يعطي ودور الثقافه تعطي، يقرا مثلا. القرايه هي الكل تو، القرايه الكل، ما ثماش علاش باش يبطلوا. ومن بعد شنو مصيره باش يبطلوا؟ من بعد شنو مصيره؟ الانحراف هذا. انا مش موافق الفكره هذه على طول. فما عائلات يقول لك او كوصل لنفيام سيزيام باهي يزيد خلي اخواته يوصلوا فيه حدو على الاقل. والنفيام مش باش تعمل في تونس، شنو باش تعمل؟ عندما تعمل بصراحه، ما عندما تعمل القرايه هي الكل. من رايي انا، مستحيل يعملوا باش يقري ولاده الواحد، ينحي من روحه ويعطي لاولاده. انت مثلا تتحط في موقف كيما هكا نتاع امور صعيبه؟ ما نعملهاش، نخدم دوبل سيونس، نخدم خدمه اخرى نوفر لهم للي نوصلهم وين يقول لي هو يز مخه ما عادش يقبل صافا، اما مازال عنده ما يقرا، نعمل المستحيل باش نقريه باش نوصله. اما فما صغار زاد يتاثروا بوضعيه عائلتهم، يبدا يلاحظ يشوف انه ابوه مش مكفي، يشوف ما نخليهش يلاحظ. انا ما نخليهش، يلزمني نوفر له، حتى ما يقولش هو يلزمني نوفر له انا، خاطر الصغير صحيح يحس، الصغير برشا ما يحسش هو توا الصغير، ولا اعطيني وكا ما يهموش منين تجيب انت، قول لك جاي وفر لي.
انا يلزمني نوفر له من غير هو ما يحس ونوفر له زايد هكا هو هذاك الموجود. شو تنصح العائلة هذوما؟ ننصحهم باش يعملوا المستحيل باش يوصلوا اولادهم يكملوا قرايتهم. ما نعرفش كيفاش اما يعملوا المستحيل، ما نعرفش يخدم خدمه اخرى، يتصرف. انا مهما كانت الظروف اولاده يلزم يوصلهم للقرايه، وكاو يوصلهم للقرايه.